السلام عليكم، اليوم معكم لويس حداد. اليوم فلوغ ساوج تاعي، إذا تعرفوا شوية صغيرة في البحر. ديريكت مع لونيس حداد اللي راه داير نوادر، راه يصيد طلع 77 الف حوته. اولا قاسم داوود، باش تعرفوا بلي ما يعرفش يصيد، صيد شومبا. اولا حوته. او لا لا، قد صيد حوته. في الحوت ربي خلقها باش تعيش قصيتي.